شخصيات رئيسية في حياتك حركتك وأثرت فيك وكانت حافز، كانت وقود. أول حد أمي الله يرحمها، يعني لأن أمي من الناس اللي غرست فيها الصبر، وظروفنا يعني ظروفنا كمان غرست فيها الصبر، وغرست فيها أن أنا أبقى حمول، وغرست فيها أن العوز ما يغيرش مبادئي، العوز ما يعوجش طريقي، ما يخلينيش شخص عوج، يعني العوز لا ده يقويني. القدر بيعمل لي حاجات اللي هو أنا مش مستوعب أن ده بيحصل لي، يعني مش مستوعب، يعني واحد بيحلم بمش عارف ايه، ربنا بيديله حاجة أكبر، بيحلم بكل الحاجات اللي حلمت بيها خدت أحسن منها، فتمام يعني أنا مرضي جدا الحمد لله. تمثيل، التمثيل برضو جيب الصدفة، أنا بيجيلي عروض تمثيل من قبل ما تشهر كمطرب، لأن كان ليا مخرجين أعرفهم أصدقاء، يعني منهم الأستاذ أكرم فريد اللي هو أول حد قدمني، الأستاذ أشرف فايق المخرج، أستاذ علي رجب رحمة الله عليه، فالناس دي كانت شايفة أن أنا ممكن ليه ما بتمثلش، أنت لو مثلت تبقى حاجة كويسة يعني، وأنا أقول لهم لا أنا راجل مغنواتي، عايز أغني، عايز أشوف منتج يكتشفني، يعني عايز أعمل أغنية أي حاجة زي الناس اللي عمالة تطلع دي، بدل ما أنا أغني في نايت كلابس وبتاع وكده، فعايز أتشهر زي الناس، حقي المشروع يعني. فكان بيجي لي عروض تمثيل، اي نعم كانت بتبقى ادوار صغيره طبعا، عايزين يقدموني في ادوار صغيره وكده، فانا كنت برفض الموضوع تماما. وحتى بعد ما اتشهرت كمغني انا برضو مش شايف، يعني انا اكيد ما بعرفش امثل، يعني كنت طول الوقت شايف ان انا ممكن امثل في كليب بتاع مش عارف ايه.